بص انا متاكده ان في فرق فنيه رهيبه، احنا مشكلتنا احنا عايزين نشوف الحاجه المنظمه دي، عشان كده احنا مبسوطين بيكوا لانه تنجحتوا تقدموا فكره منظمه. اسالكوا سؤال بقى، وانتوا اكيد عارفين الحكايه دي، بس انا لما شفت بشوي وكرولوس ومرام قلت لهم انتوا طالعين من مسرح الكنيسه، معروف مسرح الكنيسه بالمناسبه يا جماعه ثروه فنيه لازم تستغل، فواضح جدا انكم بداتوا من مسرح الكنيسه، ازاي بداتوا من مسرح الكنيسه وقدمتوا مسرح بقى للمجتمع واستوعبنا بعض وسال طبعا انتوا الفريق ده مش فريق بس مسرح الكنيسه، مش لا لا مش كنيسي خالص، عشان دايما بيتفهم كده انه اللي خرج. احكي لي بقى، احكي لي التجربه من اول ما كنتوا فرقه مسرح صغير. بص احنا في البدايه خالص احنا كنا فعلا الموضوع شويه تبع حفلات التخرج اللي هي ليها علاقه باسر كنيسه. طب بس بعد كده لما بدانا نحط نواه تياتر صعيد، الكلام ده كان ما قبل تياتر صعيد، بدانا نحط نواه تياتر صعيد، عملنا اوديشنز تقريبا عملنا اوديشنز في بني سويف والمنيا واسيوط. الاوديشنز كانت موجوده متاحه للكل طبعا. ايوه ما هي دي الشطاره بقى، عملتوا الاوديشنز فين؟ يعني مين اداكوا مسرح اول مره تعملوا فيه اوديشن؟ اوديشن يا جماعه يعني اسمها اختبارات تمثيل، اختبارات يعني اكتشاف مواهب. اكتشاف مواهب احنا في الاول كنا بادئين برضو بشراكه مع مؤسسات. حلو قوي. اللي كان بيتوفر لنا اوضه من كل مؤسسه. طب حلو. الاوضه دي كانت كفايه جدا ان احنا نعمل اوديشن للشخص ونقدر من بعدها نقيم كان الشخص هيكون معانا ولا لا. حلو قوي. جمعتوا كام واحد يا مرام؟ انتوا الفريق دلوقتي كام واحد؟ انا زي ما قلت لحضرتك كنا او ما زلنا. لا انت قلتي لي قبل الهوا، قولي بقى جوله. اوكي. احنا 80. احنا في المنيا مش معتمدين من بلد معينه، لا ده من المنيا من كل القرى بتاعتها. يعني اول عرض بداناه كان في 2016، كان مجمع من اول صملوط لغايه درمواز، كان كل بلد كان فيها ممثل، كان كل ده بيتجمع في المنيا. وازاي بقى سهوله انكم تعملوا بروفات وانه بتعرف تدير فنانين؟ شراكات بقى. ايه بقى ازاي؟ بصي هو الفكره ببساطه دايره العلاقات بتنفع قوي. انا واحد بشتغل من قبل كمان تياترو بشويه وبحب ده. دايما الناس اللي بتشتغل في الفن الوقود اللي بيحركها هو حبها للفن، مش ان هو شغل او حاجه كده. لا لو شغل خلينا نقول كده، ما مش بياكل عيش. بالظبط. معروف عايزين الفن ياكل عيش. فابتدينا نشتغل على فكره الشراكات حتى في الـ الكاستنج اللي كنا بنعمله كتير ده. احنا كنا بنروح واحنا عندنا فيجن ان احنا عايزين نروح للموهوب اللي موجود في نجع او في قريه جوه المحافظه او جوه المركز اللي هو مش بيوصل عنده الحاجات دي. انا عايز اقول لك ان 80% من الفريق اللي بيشتغل معانا من كرة المنيا ومن كرة بني سويف ومن كرة اسيوط، ودي الفكره الاساسيه بتاعتنا ان احنا عايزين مش بس كمان المركزيه اللي ليها علاقه بالقاهره، في مركزيه ليها علاقه كمان بالمحافظه، وفي ناس موجودين في الكرة بس مش بيوصل لهم الحاجات دي. فعايز اقول لحضرتك ان 80% من الناس اللي معايا في الفريق في الكاست احنا بنروح لهم الكرة، بنعمل حاجات ليها علاقه بكاستنج او اكتشاف مواهب او حاجات، وهم بيتحمسوا بعد كده يجوا يلتزموا في العروض. طبعا بالنسبه لهم بيبقى هم بيدوروا علينا زي ما احنا بندور عليهم. فاللي بيعرف يوصل لهم ده بيبقى فارق معاه قوي ان انت اهتميت وجيت لي لغايه عندي. طبعا. ففكره ان يبقى في حاجه موجوده بس محتاجه تتحرك. بالظبط. انتوا حركتوها، انتوا عملتوا حاجه حقيقيه.